فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي ذاك الفائز الأول في مسابقة الأصوات الحسنة والمقيم بسندوة مركز الخنكة محافظة القليوبية يتفضل مشكورا مع تقديم شكرنا لحبيبه الذي جاء بواجبه مع فضيلة الشيخ أحمد طنطاوي. قد نتها
الله أكبر. الله يصلح حاجة. وقال لهم قزنة السلام عليكم الله يقطع عليك. وقال لهم فزنة سلام عليكم طبتم فخذوها خالدين. وقالوا الحمد لله. اللهم صل على النبي. عليك قولوا النبي يا غالب. الله عليك يا عم غالب. الله عليك يا حبيبي. نعم يا سيدي نعم. وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قديم. نعم نعم كده قديم قوي زمان قوي. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الله عليك الله عليك. جميل والله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الله العظيم جميل والله. الله جميل. يا عالي يا شيخ. يا عم سيبه يا عم هو شغال. وفتحت أبوابها وقال لهم فزنتها سلام. سلم يا رب سلم. الله يطلع عليك. وقف ألف مرة. أيوة يا سيدي. وقال لهم أزنتها سلام عليكم جبتم فلخنا وخالدين. وقال الحمد لله. كمان يا سيدي عبد الله صحصح الناس. الناس هالاثنين هاي ما هي هوانا كده. لسه باشا على عبد الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى
اشتغل من اخر الدنيا جدع حيلك اكيد حلو 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 سيدي على كده كمل يا استاذ الله وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم غزال يا ابني والله غزال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أبطال الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحضنا صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا كده كده ما تقولوا انت اللي بيجي عندك بتعتقه وذقنا دعاء وسقى الأرض نتبعه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر عليك يا شيخ خالد الله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعرفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث
نشاء. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وحسن الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وترى الملائكة تحافين من حول العرش نشكر لفضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالم الإسلامي وقمر قراء محافظة القليوبية والمقيم بسندوى مركز الفنكة محافظة القليوبية.